هناك من يمر مرور الكرام، وهناك من يترك بصمات واضحة وآثار إيجابية ويصنع التاريخ، ويصبح رمزاً عملاقاً شامخاً محفوراً في الأذهان والعقول والقلوب. إنه الدكتور كمال درويش، أحد أبرز من تولوا رئاسة نادي الزمالك عبر تاريخه. كمال درويش من مواليد 9 مارس من عام 1942 في محافظة بورسعيد. بدأ عشقه للعبة كرة اليد في المعهد العالي للتربية الرياضية قبل أن يمارس اللعبة في نادي سبورتينج، ثم الخروج لباثة في ألمانيا حصل خلالها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه. وقاد كمال درويش ثورة التصحيح لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بداية من عام 1971، حيث تولى تدريب الفريق وهو في 29 من عمره كأصغر مدير فني عبر تاريخ اللعبة في مصر، وقاده لألقاب وتتويجات ثمينة على مدار عدة مواسم صانعا تاريخا من ذهب، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر لكرة اليد وهو دون 32 عاما من عمره. وتولى الدكتور كمال درويش رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة من 1996 وحتى عام 2005. كذلك عاد في عام 2013 لتولي رئاسة القلعة البيضاء بقرار وزاري، كما كان عضواً بلجنة الحكماء التي تم تشكيلها نهاية العام الماضي بعد تسلم لجنة مؤقتة إدارة شؤون الزمالك. ونعم الزمالك بالاستقرار الفني والإداري خلال ولاية كمال درويش، وشهدت جميع الألعاب الرياضية طفرة غير مسبوقة، وحصدت شتى الفرق داخل ميت عقب الألقاب وعانقت الكؤوس وظفرت بالتتويجات. وشغل الدكتور كمال درويش عدة مناصب إدارية كبرى، أبرزها عميد كلية التربية الرياضية ورئاسة اتحاد الملاكمة، وترشح دكتور كمال درويش على رئاسة اتحاد الكرة المصري في عام 2009. ليبقى كمال درويش رمزاً شامخاً في تاريخ نادي الزمالك لما حققه داخل قلعة ميت عقبة من إنجازات خالدة، وأخلاقه الرفيعة ومواقفه النبيلة التي رسخت قيم ومبادئ الكيان الأبيض العريق.